السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر سليم، والنهاردة هنتكلم على نظام مهم جدا في إدارة المبنى والمنشأة اسمه Building Management Systems BMS، وليه أسامي تانية كتير. ففي ناس مثلا بدل ما تقول BMS تسميه Building Automation Systems اللي هو BAS، أو Building Management and Control System BMCS، Direct Digital Controls DDC، أو Building Control. كل دي أسامي ليه؟ ده نفس الحاجة، هنتكلم على نفس الحاجة مجرد اسامي مختلفة. زي مثلا لما تقول القطة مثلا تسميها بس، او تسميها اي حاجة، كل بلد بيسميها الاسم ده. في انظمة تانية قريبة منها، تمام، زي ما نظام السكادا بي ال سي اي ام اس انرجي مانجمنت سيستم، ففي دي جي بي، في كذا سيستم موجود قريب منه. احنا بقى مركزين النهاردة على بيلدينج مانجمنت سيستم، ازاي ندير الانظمة اللي موجودة في المبنى ده اهم حاجة، تمام. يعني عندنا مثلا اجهزه التكييف، وعندنا اجهزه الكهرباء، وكل الحاجات دي بتبقى متوصله ونقدر نحط كل المعلومات. طيب بيبقى محتاجين يبقى عندنا انتليجنت مايكرو بروسيسور كنترول، او يعني زي جهاز كمبيوتر بحيث ان انت تتحكم، او ممكن من خلال التابلت او من خلال الايباد، وبتبقى كل المعلومات بتاعه المشروع موجوده، وتقدر تطلع على كل المعلومات. بيبقى في مايكرو بروسيسور كنترول تقدر تتحكم في كل الاجهزه، يعني حتى المكن الكبير الهاندلنج يونت، الشيلر، كل الحاجات اللي موجوده في المبنى تقدر تتحكم فيها. ده فكره البي ام اس، وده نظام مهم جدا، وبيبقى مرتبط بحاجات كتيره جدا، من خلال ان هو بيبقى عنده انبوت واوتبوت، بيقدر يلقط كل المعلومات، درجه الحراره، ينبهني ان في مثلا مكان درجه الحراره فيه مش مظبوطه، فمعنى كده ان في مشكله مثلا في التكييف، وهكذا. فبيبقى مرتبط بكل الاجهزه اللي متوصله في المبنى. طبعا لما يكون الحاجات دي معموله بالبيم ده بيسهل كتير قوي. ده في ناس كتيره تيجي لك على مبنى يكون اصلا اتبنى خلاص وخلص، ويقول لك معلش انا عايزك تظبط لي تعمل لي البيم عشان اقدر اتحكم في كل المعلومات الخاصه بالشيلر، بويلر، كولينج تاور، الانظمه بتاعت الهواء، وهكذا، الحاجات بتاعت الكهرباء، لو ليفل اند هاي ليفل، كلها تبقى متوصلة، كلها تبقى فيه معلومات اقدر اتوصل ليها. تقدر تقرا كل المعلومات ديت، سواء انت مثلا عندك سيرفر او ورك ستيشن او جهاز عادي او تابلت موبايل، كل الحاجات دي تقدر تقرا كل المعلومات اللي موجودة في المكان. طبعا من خلال السنسور، في سنسور في كل مكان، فيقدر يديك كل المعلومات اللي انت عايزها، ويبقى طبعا متوصل بكاميرات المراقبة، بحيث لو انت عايز تتفرج على اي حاجه بتحصل يكون متوصل بكل الاجهزه اللي موجوده. على سبيل المثال مثلا مكنه التكييف، مكنه الكهرباء، تقدر تخش وتقدر تشوف اذا كان في مشكله، تقدر تعمل ستارت، تقدر تفصل الكهرباء، تقدر تشغلها تاني، الراوتر مثلا بتعمل اعاده تشغيل، وهكذا. زي ما كل ما تقدر تدي داتا يقول لك اعمل ستارت، وده مش غلط، هو فكره ان ممكن يكون في حاجه بتخزنها غلط، هو بيفرغها عشان تبدا تشتغل، ده اهم فكره، بس ان هو ما بيقولش حاجه غيرها. طيب ده بالنسبه للبي ام اس، فبتقدر تتحكم مثلا في مكنه التكييف، مثلا في مثلا هواء داخل مش حلو، فبتشوف موضوع الفلاتر، تقدر تشوف مثلا انت داخل فريش اير، كل الحاجات دي المفروض بتتم اوتوماتيك. وبرده بيبقى عندك نوع من انواع التحكم، يعني انت ممكن تفصل حاجه معينه، ممكن مثلا يكون عندك كذا جهاز، ففي واحد فيهم عايز تعمله صيانه فبتفصله، كل ده من خلال الشاشه بتاعت الكمبيوتر بسهوله جدا، وبيتصرف كل حاجة، يعني كل السيستم اللي عندك، سواء مثلا تكييف، سواء فاير فايتنج مثلا، او فاير الارم، تقدر تتحكم برضه فيه. عندك سيستم كنترول تقدر تتحكم فيه، الهيتنج ووتر بلان تقدر تتحكم برضه في درجة الحرارة، وكل ده يعني كلها حاجات الواجهة اللي تشوفها سهلة جدا، مش محتاج واحد عبقري او واحد يقعد يدرس سنين، لا سهلة جدا ان اي حد يقدر يقرا المعلومات ويقدر يفهمها ويقدر يستوعبها. وطبعا في كل كاميرات المراقبه، بحيث لو انت عايز تشوف ايه اللي بيحصل في كل مكان سهل جدا ان انت تفعله. طيب بيفيدنا في ايه؟ بان احنا بنقلل التكلفه، بنعمل صيانه بشكل قوي جدا، بيبقى عندنا كل المعلومات عن كل السيستمز الموجود، تقدر تتحكم مثلا في جوده الهواء، لو في اي مشكله تقدر تحلها على طول. طبعا ده بيبقى كويس جدا ان اي مشكله تحصل احلها قبل ما تتفاقم، او قبل ما تكبر. مجرد ان في مشكله صغيره ظهرت بيبدا اعرف المشكله دي، وابدا اتصرف وابدا احلها، وابدا اشوف اذا كان في صيانه. انا بتعمل صيانه دوريه للمبنى، المبنى ده ممكن يقعد 30 سنه، ممكن يقعد 50 سنه او 60 سنه، وهكذا.
هو من الحاجات السيستم قوي جدا، وزاد قوته لما ربطناه بتكنولوجيا البيت.